بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم معنا. هو لقاء جديد مع قاهره المعز. بنبدا هذا اللقاء بتهنئه خاصه من اسره البرنامج لكل افراد الشعب المصري، صغير كبير، شاب او امراه، رجل عجوز او كهل، كل افراد المجتمع المصري اللي خرجوا في صوره مشرقه مبهره. يمكن ابهرت العالم كله بهذا التجمع الشعب الكبير الذي يعتبر لاول مره اعلى نسبه استفتاء على دستور من خلال هذا التجمع الكبير اللي حضره كل المراقبين من جميع أنحاء العالم ليشهدوا هذه الظاهرة الإيجابية وهذا التحول السياسي اللي بنعلم العالم كله أن مصر قادرة على تغيير الوجه العالمي من خلال الاستفتاء ومن خلال الآراء المتوحدة تحت راية واحدة وهي بناء مصر الحديثة وخارطة الطريق اللي كل الشعب المصري مرتاح نفسيا ومعنويا وبدأ يتنفس الصعداء من خلال هذا التجمع الكبير وهذا نقول بارقة الأمل اللي أبهرت العالم كله، أبهرت المصريين. يمكن تسمحوا لي في بداية حلقتنا النهاردة برحب بزميلي محمود اللي بيشاركنا الحوار النهاردة اللي هنبدأ نطرحه من خلال ضيفنا الدكتور صلاح هاشم المحلل السياسي، واحد من أبرز الشخصيات المهتمة بالساحة السياسية الخارجية والداخلية. أهلا بك يا محمود. أهلا بك يا هشام، واسمح لي بهني كل مشاهدينا، وإن شاء الله مصر تعبر إلى الأمام. الحقيقة كل اللي بيهمنا في الفترة القادمة ان مصر تاخد خطوات للامام، كفايه التضييع للوقت وكفايه ما فات بينا، كفايه المشكلات الاقتصاديه والاشياء اللي تعرضنا ليها فيما سبق. خلينا نبص لقدام، خلينا ناخد خطوات للامام نحو استقرار اقتصادي، نحو استقرار امني، نحو دفع عجله الانتاج الى الامام. ده اللي احنا محتاجينه كلنا، لان كلنا نحيا في هذه البلد، يهمنا مصلحه هذا الوطن، بنعيش على ارض واحده، عايزين ان احنا نتحرك، ننتج، نشتغل، ننظر للامام. وانا داخل النهارده الاستوديو بسال زملائي وحتى الزملاء المصورين خلف الكاميرات ايه رايكم، فبيتكلموا بيقولوا اللي جاي، اللي جاي اهم، احنا قلقانين من اللي هيحصل فيما بعد او ممكن يكون خايفين من المساله هيحصل فيها استقرار ولا لا، لكن ان شاء الله بناكد ان هيحصل استقرار، كلنا نكون متفائلين وان شاء الله هيكون في تفاؤل اكبر من كده، لان شايفين ان مرحله التصويت بنعم دي كل الناس دي عايزه تقول عايزين دوله مستقره، والحمد لله مصر بقت بعد موجود الدستور بتاعنا بقت اكثر استقرارا، دولة قوية لها دستور قوي، دستور بيحث كل الدولة على العمل والاجتهاد والسعي نحو الامام. ايضا كل حاجة هتكون في وقتها منضبطة، وبعد كده هنشوف لنا اركان الدولة كلها في حالة من الاستقرار والتناغم تعزف سيمفونية واحدة وهي الى الامام يا وطن. اسمحوا لنا بنبتدي مع ضيفنا النهاردة ونقدر نتكلم، بنرحب بحضرتك بداية. اسمح محمود انا سهل. ونقدر من خلال لقائنا بحضرتك نقدر نعرف تحليل المشهد السياسي في وجهة نظرك شايفه ازاي؟ طبعا المشهد السياسي في مصر بدأ يتحسن كتير جدا طبعا في الأيام القادمة، وأعتقد أن ما حدث في 30 يونيو جنب الشعب المصري وجنب الأمة العربية والإسلامية بشكل كبير جدا حروب أهلية طاحنة كان من الممكن يتعرض لها المجتمع المصري بشكل كبير. خريطة الطريق ما زالت تسير كما توقعنا وكما هو مرسوم، والعالم كله ينتظر، وكان هناك مراهنات سياسية كبيرة جدا دولية وعربية على نجاح خريطة الطريق، وكان الكثير من العراقيل والتحديات التي تواجه هذه الخريطة ومحاولة شرخ النسيج المصري والتهيئة للعالم بأن هناك حروب داخلية طاحنة وأن لن يتم الاستفتاء ولن يتم الانتخابات. وأعتقد أنه كان أخطر هذه المراحل الخطوة الأولى. دايما في أي عمل عظيم محمود، في أي حاجة في الدنيا، هو الخطوة الأولى هي الأهم. الخطوة الأولى نجحت، بعد كده القاطرة بتمضي إلى الأمام. كانت المشكلة بتاعتنا إحنا مش الناس مستهونة يعني إيه دستور، هو دستور، دستور بلد، يعني دستور بلد مش حاجة سهلة. يعني مصر في خلال أقل من 3 سنين عملت دستورين، ودي حاجة كبيرة جدا. في الناس كانت متوقعة أنه يحدث ملل في الشارع والناس مش هتخرج للاستفتاء، أن هناك الأمن لن يستطيع أن يحجم الانفلات الأمني والبلطجية الموجودة والخطوات الصعبة اللي تواجه خريطة الطريق. الأمن كما وعد أوفى، الجيش كما وعد أوفى، مؤيدوا خريطة الطريق كما وعدوا أوفوا. احنا بنشهد بالإحصائيات وبالأرقام انه زي ما قالوا هشام من شوية انه اكبر حشد
ليه دستور مصري في التاريخ. احنا عندنا المره دي الناس طبعا بيشككوا في الاعداد اللي خرجت بالتصوير وبالارقام والاحصائيات وبتقارير الرقابيه المراقبات الدوليه، بيقولوا خرجوا للاستفتاء بالارقام 22 مليون مواطن مصري. طيب وانا هعلق على الرقم ده برضو، في دستور 2012، انا بس عايز بس اصح معلومه، اغلب الدارج يقول لك دستور 2013، هو مش دستور، هو دستور 2014 بس عشان تبقى ايه، لانه احنا ما بنعتمدش فتره الاعداد، احنا بنعتمد بفتره قبول الشعب وموافقته عليه، وبالتالي هو دستور 2014 وليس دستور 2013. هذه معلومه اعتقد معظم وسائل الاعلام بيستخدموها على انه دستور 2013، هو دستور 2014 لانه تم الاستفتاء عليه في 2014، وكويس قوي انه يناير عشان تبقى بدايه جديده في عام جديد، في انطلاقه جديده للشعب المصري. في عهد دستور 2012 كان عدد المصوتين على الدستور او الذين خرجوا 17 مليون، يعني الفارق في الظروف الصعبه دي كلها، في التهديد بالتفجيرات الكبيره، في المعوقات الشديده دي كلها، خرج للشارع المصري ليقولوا نعم، ليس نعم للدستور بس عشان تبقى ايه فاهم، نعم لخريطه الطريق، نعم لاستقرار مصر، لا للارهاب، لا للتطرف السياسي، لا للتطرف الديني، لا للتطرف باي نوع من انواع التطرف، لا للارهاب. إذن نعم دي تعني أشياء كثيرة جدا. 22 مليون مواطن مصري خرجوا يقولوا نعم لخريطة الطريق، مش بس الدستور، الدستور ده حاجة من خريطة الطريق، ده هذه خطوة أولى. عندك 17 مليون بنسبة كام؟ النسبة 96% من الذين خرجوا قالوا نعم، فيما يعادل هناك 63% من اللي خرجوا في دستور 2012. صلاح يمكن 98% اكيد 98. اخر حاجه قراتها قبل ما اجي 98 كان 96% يعني، واحنا عايزين 90% احنا كنا بنقول على 70%. دكتور صلاح يعني يمكن هنتوقف عند النسبه دي وعند يمكن كلام حضرتك اللي موجه لكل افراد الشعب المصري اللي عنده فرحه واطلاله للمستقبل، لكن بقول يمكن لاول مره يتنفس المصريين السعداء بالخروج بهذه النتيجة والدستور الجديد والقضاء على كلمة الشرعية اللي كان كتير قوي من الإخوان الإرهابيين متمسكين بها. بخروج المصريين وبالدستور الجديد كده يمكن الحمد لله هذه الكلمة اللي هم كانوا دائما بيرددوها كتير تلاشت تماما، وبدأ في عجلة جديدة للتقدم للبناء والحضارة، والعالم كله النهاردة بيشهد بذلك. بتشوف النهاردة رأي العالم الخارجي ايه، والدول العربية المؤيدة جدا لمصر اللي كانت وراها فعلا بتدفع بقوة من خلال طبعا ان احنا وطن واحد، واي شيء بيسيب مصر بيسيب الوطن العربي كله. طبعا زي ما حضرتك بتقول انه، وقلت كمان من شويه انه في تطلعات دوليه ومراهنات شديده، ما نقدرش ننكر مثلا الدور القطري، قطر كانت تراهن ولا زالت، واعتقد انها من الدول، من اكثر الدول التي اصيبت بالاحباط الشديد بعد الاستفتاء هي قطر، لان قطر خسرت علاقات دوليه كثيره جدا، راهنت على لصالح جماعه. اول مره اشوف دوله في العالم بتناصر جماعه داخل وطن، المفروض ان الدوله تناصر دوله، يا اما تعاديها او تقف جنبها، لكن مع جماعه معينه حتى الرمق الاخير كانت قطر تراهن على سقوط واسقاط خريطة الطريق وتفكيك الحالة المصرية. وانا قلت قبل كده انه قطر ليست هي يعني من هي في الواجهة، في هناك هي دمية تحركها دول واجهزة كثيرة جدا من الخارج، هي لا تحركها، هي دمية، وسوف يتم الاستغناء عنها والقاها في الباسكت في اقرب فترة ممكنة عندما ينتهي الدور بتاعها. لكن في بعض الدول التي اتخذت مواقف تجاه خريطة الطريق كانت تراهن على نجاحها، وكانت يعني الأمور الدبلوماسية فقط التي أجبرتها أن تتخذ موقف ضد مصر. وهدي مثال زي الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأفريقي من أول ما حدثت ثورة 30 يونيو وفي 3 يوليو أصدر قرار بوقف أنشطة الاتحاد داخل المجتمع المصري وأطلق غير معترف بالثورة. أنا قعدت مع رئيس الاتحاد، أنت راجل بصفتك طبعا كغير أستاذ جامعي راجل سفير طبعا، ربنا يبارك فيك. فطبعا قعدت مع رئيس الاتحاد الأفريقي في مصر، وهذا الرجل قال لي بالتحديد، قال أنا داخليا مؤيد خريطة الطريق ومؤيد وشايف قدام المشهد باعتباره مقيم في مصر، شايف المشهد انه الشعب خرج والجيش سند شرعية الشعب، وده موجود على في كل الدول في العالم، لكن احنا عندنا تعليمات انه لازم يكون بالانتخاب، لسه ما حصلش انتخاب وما سقطش انتخاب، وبالتالي هو مخالف للاجراءات اللي موجوده. لكن مكان مصر، مقعد مصر في الاتحاد الافريقي لا يزال شاغرا ينتظر الرئيس المنتخب، فمجرد ان الرئيس يجي
واحنا متفائلين هيتم الانشطه وعندنا خطط كثيره جدا لمساندة الشعب المصري. صراحه احنا بنتكلم لسه انا ومحمود بنتكلم على نتيجه فوق طبعا 96 او اقل منها بشويه 92 لغايه دلوقتي لم تعلن، ولكن دي كلها اجتهادات من خلال الارقام الاخيره اللي بتطلع من خلال طبعا اللجان. ولكن بنتكلم برضو يمكن نقطه هامه جدا واحنا بنتكلم النهارده عن الدستور وخريطه الطريق، شايف ان مصر من خلال الفتره القادمه هيبقى فيه طبعا اتجاهات كلها للالتفاف حول زعيم زي ما كل المصريين بيقولوا بيبقى انتخابات رئاسية مبكرة قبل انتخاب مجلس الشعب، ولا شايف انه الافضل؟ شوف انا عايز بس يعني اقول حاجة، يمكن كان يعني تصريح في احد الصحف النهاردة يعني صباحا كان في لقاء، انا شايف ان الفترة القادمة هذا الدستور بالتحديد اسس لبناء دولة مدنية عظيمة. تمام. اسس، لكن الدولة المدنية مش الديمقراطية ليست دواء يعني شربة الإنسان يشربه تاني يوم يكون خلاص يخف. الديمقراطية دي ممارسات تراكمية، يعني مش من أول يوم، لا تيجي عبر السنين، عبر سنوات طويلة جدا، ولكننا الآن مش مؤهلين لممارسة الديمقراطية، غير لسه عايزين نتعلمها شوي، وبالتالي محتاجين مرحلة انتقالية تنقلنا خطوة خطوة لحد ما توصلنا إلى الدولة المدنية اللي احنا عايزينها. طيب أنا شايف بالدرجة الأولى إنه هذا الرئيس نحن محتاجين رئيس محبوب، يعني قادر من الحب إلى وجود رؤية، يعني حب الشعب، قادر من حب هذا الزعيم، مش شرط يكون زعيم، لهذا الشخص قادر من الحب أو رصيد من الحب لدى الشعب، يمتلك الرؤية، كفيل بأن يخرج مصر من الأزمة اللي موجودة وفي أسرع وقت. طيب السؤال ده من اللي بيطرح، هل احنا محتاجين رئيس عسكري ولا رئيس مدني؟ ده سؤال. اولا عايز اقول بس للمشاهدين انه على ان احنا بيشبهونا دايما بالمرحله بالحقبه الفاطميه او ايام مستنصر بلال الفاطمي او الشده المستنصريه. بس في حاجه صغيره، ان حضرتك بتقول عسكري او مدني، هو في كلا الاحوال هيبقى رئيس مدني او مدني، لان حتى لو كان عسكري وخلع البدله العسكريه هيبقى مدني، ما هو في الاخر. لا لا لا، بس احنا مش بس يعني بس مش يعني عايزين يعني نقطه ان هو هيبقى كده كده مدنيه. لا لا لا، بص لا، مش هيكون هو لابس واحد لابس بدله عسكريه وهيجي يحصل. محمود انا كاستاذ جامعه، اي حد فينا المفروض لما يجي ينزل انتخابات بيما بياخد اجازه من شغله او يستقيل، فهو بطبيعه، لكن انا مش الناس مش بتقول على الشخص اللي موجود دلوقتي هو ذو خلفيه ايه، هو ده السؤال. وذو خلفيه عسكريه يبقى عسكري. طب والخلفيه العسكريه ما خلفيه منضبطه منظمه؟ ما احنا ما قلناش، احنا مش بنقول دلوقتي بس خلينا بس عشان ما ندخلش في جانبات والرساله توصل للمشاهد. في احنا كنا عايزين نركز بس على الشخصيه، في المسار كل المصريين لاول مره يلتفوا على شخصيه، انا عايزين درجه من الحب ويمتلك الرؤية. ما قلناش لا رئيس مدني ولا عسكري، المصري. بس أهم حاجة إن هذا الشخص يكون يمتلك لديه رصيد من الحب عند الشعب، حب والاحترام، ويمتلك الرؤية لنهضة مصر إلى وعنده خبرة الأمام. وعنده وطنية، الرؤية بقى تشمل الوطنية والخبرة مهمة، كل الرؤية والرؤية الاستراتيجية مهمة. ما أنا هقول لك الرؤية والحب ده مش من لازم يكون محترم بقى وكل لزيم، هو طبعا الناس حبيته ليه؟ عشان حبيته لقيت انه في موقف شجاع ويمتلك الرؤيه ولديه الخبره والدلائل تدل لديه رؤيه. بس انا عايز اقول انه دائما الجيش على مدار التاريخ هو لما يكون في شقاق في الشعب ويلاقي الشعب هينفلت بيتدخل الجيش في كل الدول علشان يضبط البلد ويعيدها الى مسارها الصحيح، ثم يضع رئيسا للجمهوريه. فالمرحله اللي احنا موجودين فيها امام جيش وطني 100%، احنا بالمناسبة ليس لدينا جيش عسكري بنسبة 100%. اولا ان كل ابنائنا، احنا كنا مجندين السلفات عسكريين، النهاردة مدنيين، بكرة عسكريين، وهكذا. دي اول نقطة. الجيش المصري بعد حرب 73 انغمس في الحياة المدنية وبنى المصانع والمشاريع الانتاجية وأدى مراكز للخدمات المواطنين، وأصبح اكثر احتكاكا بجيز اي مؤسسة مدنية. انت عندك البنزينة دلوقتي عسكريين بتروح البنزينة، بتروح البنات الاستهلاكية بتلاقي عسكريين، ما اصبحش الجيش بقى بيعمل في معزل بعيد عن الشعب. لا، الجيش الان منغمس في الحياة المدنية، الشؤون المعنوية في الجيش بتعمل دورات تدريبية باستمرار للمجندين ولقيادات الجيش على الاتجاه بالشارع المصري، وبالتالي الجيش ليس غريبا، مش لا يعمل بمعزل الحياه المدنيه. أكاديمية نصر العسكريه العليا عامله كمان دورات تثقيفيه وفي حاجات تثقيفيه. لو الجيش انا بتكلم كمان عشان على مستوى الجيش دلوقتي وبياخدونا وبنروح تدي دورات في ازاي يعملوا اتصال مع الجماهير، ازاي يقدر يستوعب، بالاضافه كمان المشاريع الانتاجيه. انت بتعمل مشاريع انتاجيه، انت بتدرس ثقافة المجتمع، بتدرس احتياجاته وبتأسس مشاريع، وبشهادة على فكرة بكل الإحصائيات ان المشاريع الانتاجية اللي بتعملها الجيش عليها إقبال شديد جدا من المواطنين، في ثقة
من المواطن العادي في كل ما ينتجه الجيش. انت بتعدي بالعربيه بتاعتك بتلاقي الوطنيه وتلاقي بنزينه ثانيه بتعدي على الوطنيه. عندك ثقه كبيره جدا انه حاجه الجيش يعني مضمونه بنسبه 100%. يبقى اذا نحن مش امام جيش عسكري بنسبه 100%، هذا الجيش اصبح منغمس في الحياه المدنيه ويعمل معها وليس بعيدا عنها. وبالتالي يجي بعض الفرق وبعض المضللين وبعض يصوروا ان هناك جيش. طب اتكلم عن الجيش، هذه مصر ذات خصوصية تاريخية مختلفة تماما. مصر كل اللي مسكوها وحققوا النجاح 7000 سنة كانوا حكام عسكريين. الجيش الإسلامي إذا كانوا بيقولك لا دولة مش إسلامية، طب الدولة الإسلامية كل القادة اللي مسكوا في والخلفاء الراشدين فيما عدا سيدنا أبو بكر الصديق كلهم كانوا قادة جيوش. دكتور صلاح الدلوقتي طبعا زي ما حضرتك عارف بياخدنا بسرعة، ولكن بنتكلم النهاردة عن الحياة السياسية الخارجية. هل الاستفتاء الحمد لله والخروج العظيم اللي قام بالشعب المصري والاستفتاء بكلمة نعم ده هيغير مفاهيم كتيرة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية للنظر لمصر؟ ويمكن الكلام ممكن أول حاجة شفناها، أول حاجة طبعا بدأ يصرح بها كونجرس هو على طول إن المعونة المساعدة الأمريكية اللي هي خاصة بالسلاح هتبدأ تتبعت. هل فعلا الحمد لله دي يمكن من أول علامات نجاح وتكتل الشعب المصري؟ ونتمنى إن شاء الله من هذا التكتل والنجاح أيضا يكون تكتل، ولا يمكن شخصيه زي ما حضرتك بتقول كده كل الشعب المصري بيحبها بيقدرها واثق فيها عشان ياخد بالشعب المصري الى بر الامان وما يكونش فيه اختلاف ابدا؟ هي ان طبعا الناس عايزه تستقر، الناس بطبيعه الحال عايزه تستقر، بس انا عايز اقول امريكا دايما يعني بتلعب لمصالحها. اكيد يعني امريكا قبل الاستفتاء الناس دي مش بتلعب، الناس دي عندها مكاتب استخباراتيه عاليه جدا بتعرف النتيجه قبل خروج الناس للصناديق. يعني هي من اكثر من 10 ايام كان الكونجرس بيدرس صياغه قانون جديد للمستعمرات المتعلقه بمصر في كانطلاقه ونوع من التحايل. ويمكن شفت يمكن قبلها بشويه بدا يتنازل نوعا ما عن تصريحاته كانت متشدده، هو بدا يلعب لانه هو انخدع بشكل كبير جدا في جماعه الاخوان المسلمين وانها طاغيه. وللاسف بعض السياسيين او قدام السياسيين بداوا يبالغوا في حجم جماعه الاخوان المسلمين وقوتهم. هم للاسف جماعه الاخوان المسلمين نجحوا بس في تشويع عقول من الشباب اللي هم الانصاف المثقف. التعليم كان فاشل في 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 السنوات السابقه، وبالتالي غيبوا هذه العقول واقنعوها بشيء ما واستخبوا. لكن اين قاده الاخوان؟ ليس هناك قاده اخوان، هناك تنظيمات خفيفه جدا وضعيفه. اعتقد بمجرد ان ياتي رئيس جمهوريه حازم زي ما قلت ومحبوب ويمتلك هذه الرؤيه سوف تتلاشى جميعا كل هذه الانقسامات ويعود النسيج المصري مره اخرى. لكن احنا محتاجين انه لن حازم ومحبوب عرفت انا لا نحن لا انا دايما ما بحبش اقول إن أنا الفزوره لا لا انا دايما ما بحبش اقول اسماء. اصل انت عارف احنا مشكلتنا في المجتمع المصري طول ما هو قاعد يعني عندنا بس اغلب الناس فكره تآمري، ما انت تقولي بقى اصلي لا انا مش عايز اقول اشخاص معينين. احنا والله انا بضع سمات تنطبق على محمود، تنطبق على هشام، تنطبق على صلاح، ده هو الشخص المحبوب. بس احنا قدام محتاجين حد ربنا سبحانه وتعالى يبعته لنا احنا نحبه. انا صدقني الاول مره في الاستفتاء اللي فات ده ومش هو اعلامي، بس كان عندي ظروف اسريه شديده جدا واصريت ان انا لازم اروح استفتي. حسيت ان انا امام مهمه وطنيه اكيد وان انا هخلي بوطني. فالناس تقول ده صوتك مش هيفرق، لا صوتي يفرق بس قدام نفسي انا، قدام نفسي انا، لان بلدي هتغرق. يعني عايز اقول انا الحمد لله ان هي ما غرقتش. انا قابلني واحد وانا عارف بس محمود قابلني واحد مش عايز يستفتي مقاطع حقيقي، وبعدين بقول له يا اخي، فبقول لي الدستور و2012 وقعد يقول طب الدستور ماله ومش ماله، قول لي مزايا، قلت له من غير ما اقول لك مزايا يعني احنا ممكن نغير الدستور كل سنه، احنا عادي مشكله. دكتور صلاح هاشم طبعا احنا سعداء جدا بيك بوجودك النهارده معانا، نورتنا. ويمكن حليت كتير جدا من استفسارات كتير من الشعب المصري اللي كان بيحاول يتعرف عليها، واحنا طبعا سعداء بيك وشايفين طبعا ابهامك الصغير هو في الماده الحمراء. انت رحت قلت الحمد لله نعم. طبعا. وبنشكرك ونتمنى ان شاء الله يكون لنا حلقات اخرى نستمتع بيها معاك وبارائك وبتوجهاتك الحقيقيه فعلا بتفيد الشعب المصري. اعزائي المشاهدين بنطلع فاصل ونستكمل معنا باقي فقرات قاهرة المعز.